السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتاتي، كيف انتم؟ بخير مزيانين. اليوم ما جينا معكم مع واحد الوصفة اللي هي التورتية بالحليب والفورماج والتون. المقادير اللي غنحتاجو أخوتي في هذه الوصفة اللي هما 4 البيضات، غنحتاجو الفورماج مقطع طروفة صغيرين، وغنحتاجو التون بالزيت محيدة منه الزيت، وغنحتاجو شوية الحليب أي شي 2 معالق هيداك ولا 3، وغنحتاجو قزبر، وغنحتاجو ملاح، وغنحتاجو شوية البزار شوية أي شي حاجة قليلة، والزيت اللي غنعملو في المقلة يعني شوية شي 2 معالق الزيت في المقلة. خليكم معنا مع طريقة التحضير. غنجيبو شي طاسة بحال هادي، غنهرسو فيها البيضة ديالنا، هي هادي اصلا كتختلف على حسب الاشخاص اللي غياكلوها، تقدر دير 2، تقدر دير 3، تقدر دير 5، تقدر دير على حسب الاشخاص اللي كاينين. هنايا غنديرو 4 اللي هي هادي عاد تقدر 2 الاشخاص، يعني 2 الاشخاص غتقدم هادي. هادو غنزيدو عليهم ديك الحليب ديالنا، ملي كيتحركو هيدا مزيان مع بعضهم كيتخلطو، صافي غنشعلو المقلة ديالنا على بوطة وهانتوما معانا. حنايا خوتي عملنا ديك المقلة على البوطة وعملنا فيها ديك الزيت عاد سخون، وحنايا غنعملو فيها ديك البيضات ديالنا، هانتوما معانا تشوفو تطلع خير ان شاء الله. هاهي ملي سخنت الزيت هاهي، غنجيبو ديك البيضة ديالنا اللي حركنا. هي هاد الوصفة كتجي مزيان، هيا خوتي عند بعد ما طابت ديك التورتيه ديالنا هي هادي، هي طابت، غنزيدو عليها ديك الفورماج، وغنزيدو عليها التون، يعني اللي غنزيدو هو التون، غنزيدو فيه في واحد النص وصافي، يعني نص غنزيدو فيه ونص غنخليهم خاوي. نحاولو نديرو شي في الجنب باش ما يخرجلناش الفتوت، غنزيدو عليها الفورماج، بحال هدا خوتي، وغنجيبو ديك النص لاخر غنقلبو فوق منها باش ديك الفورماج يدوب لنا ما يبقاش يهدر. فورماج
فحال هذه يعني في هذه الطريقه هذه غنطفيو البوطه ونخليوها غير حيدك باش عادي تدوب ديك البرماج وصافي ما تحرق حتى شي. خليها واحد جوج دقائق هكاك ولا عيد دقيقة بركة يعني دقيقة بركة باش عيد يدوب ديك الفورماج وصافي. وحنايا يعني غنجبدوها خلص بعد ما دار ديك الفورماج ينتش. حنايا يعني غنقصو هاي الطبسيط وشتو الوصفة ديالنا هي هادي كتجي في الاخر بحال هايدا كتكون يعني كتكون بحال هايدا. حنايا يعني غنقسموها في النص وتشوفو كتجي غزالة بزاف هايدا يعني ما كديش شي مقادير اللي هي غالية يعني كدي غير حاجة اللي موفرة في الدار ماشي شي حاجة زعما كتمشي تكلف راسك تجيب شي حاجة. هادشي كامل كيكون موفر في الدار وهي هاد الوصفة ديالنا خوتي كيفاش كتجي. يعني ديك الفورماج كيكون داخل دايب وكتكون فهمتي يعني ديك النهار كيكون ديك الدون دايب فيها الداخل ومع ديك الفورماج كيتخلطو يعني الفورماج كيدوب وديك الدون كيتخلط مع ديك الفورماج كتجي يعني هي سهلة بزاف مكتاخدش من الوقت بزاف وكتكون رائعة بزاف. أتمنى أنكم تطبقوها حيت هي كتجي غزالة بزاف ومع تزيدو معاها شي حاجة يعني تقدروا تزيدو معاها شي لي سلطة ولا شي حاجة كتجي بزاف مزيانة وهادشي اللي فيها كامل يعني ماشي كامل صحي يعني ما فيهاش شي حاجة عايدة ولا يعني وصفة كتجي غزالة بزاف. أتمنى أنكم تجربوها وتردوا عليا إن شاء الله باللي كاين وباقي وصفات اخرين وباقي مواضيع اخرين تقدروا تستفدوا منهم وباقي بزاف الحاجات. نتمنى انكم تشتركوا في القناه ديالي وما تنساوش لي لايك ولعجبتكم عملوا لي لايك يعني هادشي اللي كاين ونتمنى انها تعجبكم يعني فريمون الا تجربتوها غتعجبكم بزاف الصراحه يعني غتعجبكم بزاف. وهادشي اللي كاين يلاه بالصحه وراحه وحقكم في الجنه ان شاء الله وسمحوا لي لكن شهيكم هذا الشيء اللي كاين. يلا تهلاو مرة أخرى مع وصفة جديدة إن شاء الله.